ايه المعلومات اللي عند حضرتك عن موضوع انقطاع الانترنت من صباح الغد؟ هي المنظمة العالمية الخاصة بتوزيع وإدارة عنوان الاي بي واسماء المواقع العليا وجميع انحاء العالم اكدت الكلام ده في اغسطس اللي فات انها يوم الخميس 11 اكتوبر هتغير مفاتيح تشفير الانترنت للمرة الاولى في العالم. ايه الهدف؟ الهدف هو حماية الأنظمة، أنظمة النطاقات على النت، يعني أنظمة المواقع، هو ده الهدف، إنها تحمي أنظمة النطاقات على النت من الاختراق من اختراق المواقع، لأن إحنا زي ما إحنا شفنا في اختراقات كتير لكذا مواقع من كذا دولة مختلفة عن العالم في الفترة الأخيرة. طيب هي عاوزه تغير المفاتيح عشان تزيد الحمايه بتاعه المواقع دي. طيب هل هم عملوا حسابهم انه العالم مربوط بشكل عنكبوتيه في الاقتصاد والبنوك والاشغال والمؤسسات؟ مش الغالبيه 99% ممكن ما يتاثروش بالمشكله دي. ازاي؟ في 1% هيتاثر. ازاي؟ يعني هم حاطين عندهم خطه ان هو ان هم بيغيروا الحاجات دي بنسبة كبيرة جدا، العالم مش هيتأثر، لكن في 1% هيتأثر، مش هيقدر يخش على النت لمدة 48 ساعة. 1% يعني هو عنده زي مثلا الكهرباء تقطع في جنريتور مثلا، يعني في بديل. طب كويس. 1% ده أفراد ولا مؤسسات ولا أفراد ومؤسسات؟ أفراد ومؤسسات. ومؤسسات. طيب هم ما حددوش مين بالظبط، بس طيب. هو يعني هم مؤسسات. طيب هيواجهوا المشكله دي، هم نوهوا عليه. طب باشمهندس، في تقرير قدامي كاتبه برضه مهندس اردني بيقول انه المنطقه العربيه ممكن تتاثر لانه الكابلات جايه تحت البحر، هل ده صح؟ الكابلات جايه من تحت البحر، بس مش شرط الوطن العربي بس، يا رب برضه صح؟ يعني ده مرتين امريكا، يعني انت امريكا. بص كده كلها ماشي. مهندس، يعني اذا حدث حدث دلوقتي شبه العنكبوتيه تنصحني؟ هو ده شايف النت عنده، هو عيب في الشبكة عنده في الايكال الكرنولة بتاعت اللي هو وصل عليها. تمام تمام. تمام، بشكرك مساحتي. باحث في امن المعلومات معايا الدكتور احمد هارون، عضو جمعية دولية النفسية. دكتور احمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. النهاردة اليوم العالمي للصحة النفسية. لو حضرتك فندم.